وهذا الشهر الكريم فرضه الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد فرض على أمة محمد في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الله عز وجل فرض الصيام لأجل التقوى، وهذه التقوى هي مراقبة الله عز وجل وفعل المأمورات وترك المحظورات، وهذا الصيام مما يعين على ذلك، ولذلك شرع هذا الصيام للأمم السابقة كما سمعتم في الآية كما كتب على الذين من قبلكم، لكنه يختلف في زمانه وفي مكانه. أما أمة محمد فقد شرع لها هذا الشهر المبارك، يصومون في العام مرة واحدة وهو هذا الشهر، وجعله الله عز وجل سبباً لكثير من الخيرات والبركات ومغفرة الذنوب.